انا بطلة سباحة اولمبية، عندي اعاقة حركية. اعاقتي اسمها الصلب المشكوك او السباينا بافيدا. انا اعاقتي عظم زجاجي، اصلا المفروض انا ما ينفعش انزل المايه لان عظمي ضعيف جدا وعامل عمليات كتيره كده، وكتب لي كذا تقرير طبي ان انا لو نزلت المايه هيبقى على مسؤوليتي. بدات السباحه من حوالي 15 سنه، دخلت بطولات من 10 سنين من 2013 بالتحديد. اول مره نزلت فيها المايه كنت فرحانه جدا، كنت مبسوطه وكان نفسي اكمل بجد. حسيت ان انا حر يعني، زي اللي جنبي، ما فيش اي حاجه ناقصاني، بعمل كل حاجه في الميه، ما فيش اي حاجه عاقتني ان انا اعوم او اعمل اي حاجه. انا طول عمري بتمرن مع ابطال جمهوريه وسباحين نورمال كتير، اي كلمه بتتقال لي انا كنت باخدها حافز ان انا لا انا هوصل لنفس المستوى ده وهوصل لمستوى عالي، عشان الناس دي اثبت لها احنا كلنا زي بعض وانا ممكن اوصل لمستويات عاليه واعرف اكيب اب معاكم. السبب اللي خلاني ابدا الرياضه كانت تيتا، لان هي كانت بتعاني من التنمر وانا كنت بتعب جدا، كان بيأثر عليا نفسيا ومعنويا. كان في تنمر طبعا، بس الحمد لله الواحد بيتعامل مع الحاجات دي من هو صغير. اهلي طبعا اشتغلوا معايا على الموضوع ده، انت ما فيكش حاجه، اللي يتكلم. المهم نزلت الميه وحققت ميداليات كتيره جدا، ودخلت المنتخب وحققت بطولات كتيره جدا، واخرهم بطوله مصر الدوليه اللي احنا فيها دي. الحمد لله اول بطوله دوليه سباحه العبها، والحمد لله يعني لحد دلوقتي عامل فيها ارقام كويسه، كسر ارقامي عن السنه اللي فاتت. السباحه بالنسبه لي شغفي الوحيد.